هذا بنتي جايب المانيا الزينه على راسنا، الاطباء يقول لازم المستشفى المستشفى يبقى بالمانيا، هي مرض نفسي، هذا ما عنده نفسي، رجاء اطباء الالماني، هذا بها جن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا واحد يخاف لو يحب لو عشق الجن يدخل جسمه. شوف حتى يعرفون هسه الرقيع على كتاب الله، انجيل لو توراه لو قران، قران كتاب الله هسه اخذ رساله القران لكل بشري، هسه الرقيع على القران اذا بها جن يتحرك. بنتي احكي هسه شيء يتحرك باسمك؟ لا ما في مايكروب راسي. يقول جنب ذاك، شوف هذا ما بها، هي مو مجنونه، هي بجن بداخلها، هي ما عندها مرض نفسي. رجاء هسه شوف اذا الجن يتحرك باسمها. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف جن يتحرك باذن الله. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. هذا الجن، انت ما تعرف الماني تحكي؟ هذا الجن بنتي، جن رجل مرة احكي، رجل يقول، رجل يقول هذا الرجل يقول بيا ولا قلم، هذا مشاكل زمان مان. شوف هذا مان استاذ قلم استاذ شلبي هسه يطيب ان شاء الله. بري استاذ ما استاذ الاستاذ شاطر تو بري بري الالماني ما ادري ما كيف قلنا. احكي بالالماني هسه طيب ان شاء الله، احكي بالالماني يقول هسه ها شوف هذا الجن بداخله رجل بجسمه هسه جنب لك قلبي في المانيا خوشيستو كريفيما الزينة بالالماني رجع. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أجل دامن أستاذ شدب إن شاء الله استاذ خوش استاذ جنك هذا ذاك ان شيدا ان شاء الله. نابي ايش السيدة سيدرا نو كذا شيء السيدة بكرة بوي او بو دكتورة كاني المانيا شو كذا يعني او خوش كم بنسزني خستا خاني سيدرا سالي خو بلنكا ارفع راسيج اشوف الجن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. استاذ هسه طيب ان شاء الله استاذ شادي نقول لازم الماني برين هسه يطيب ان شاء الله وبخن وبنا خوش خاني الماني هسه خوش كسيد ردي تشيب ان شاء الله بنا جور سيدة بنا جور با نكدي تشيب هسه اطلع الجن باذن الله. واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني واذا مريت فهو يشفيني. هذا قران يا اطباء اطباء الالمانيين، هذا مو هي مو مجنونه، بجن بداخله الجن هذا يسوي، مو هذا بني يسوي شو اسمها؟ سيدرا. هذا سيدرا مو سيدرا ما يسوي، هذا جن، جن الرجل هسه يطيب. شوف سيدرا الرجل لو مره بجسمك هسه طيب ان شاء الله، هسه تشذب ان شاء الله بابا نجور بسيدة هسه بنتي طيب ان شاء الله امام استاذ بابا نجور با. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بنت ازديه مصاب بالمس الجني، اطباء الالماني يريدون يودون بالمستشفى. يقول هذا مجنون، هي ما بها مجنون، هذا بجن بداخله سبب خوف وقهر، رجاء الاطباء الالمانيين. هسه ورقيع على القران، هسه كان جن بداخله شفته بالمو هسه يطيب ان شاء الله، هسه ورقيع القران اذا يتحرك الجني سوي بالالماني زين هذا الكلام، اذا بها جني هسه يتحرك، اذا ما باقي جني بنتنا طابت هسه يمشي. صوتك عليه حتى يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا الجن هسه يتحرك. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا شوف يضحك الله اكبر استاذ شلوني اللهم صل على محمد استاذ نكتشاوي على شلوني احكي احكي صوتك الجن طلع بجسمك يا كان جن داخل رجل ومراه الله اكبر احكي لاطباء الالمان يقول هسه انا طبت انهضي بنتي الله اكبر شوف هسه ورقي على القران تعال بنتي امشي بارك الله فيك شوف اقعدي شي شوف هسه ورقي على بنتي اطباء الالماني تعال استاذ حتى اعطي هذا فيديو للاطباء الالماني بنتي ايدك سوي شي لعمك اذا الجن باقي شو يتحرك هسه بنتي طابت بنتي مو مجنونه بنتي بجن بداخلها السبب خوف وقهر رجال اطباء الالمانيين امريكيين كل العالم هذا علاج بسيط احنا ما من احد فلوس نخدم كل الالمانيين والامريكيين والمسيحيين ايزيني انا مسلم هي ايزيدي يهودي مسيحي كلهم على راسي شنو ماكو فرق مين مساعد البشريه رجاء اسمعوا كلامي اي واحد اذا يجي احنا نعالجه شوف اذا الجن يتحرك تتمق كلامي يعني هذا العمل انساني يقول اذا الجن لا
شوف شوف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآن شلونك بنتي؟ الحمد لله غريب عشان إيش بالألماني يقول طبعا يعني طبت هسه ما طلع جنين أنا ما عندي مرض نفسي. Ich bin nicht psychisch krank oder so. Ich hatte nur einen Geist in mir. أوكي لا دكتورة كاني ألماني لا خسقاني ألماني هنا كان قلت أنا وتيبس ودبي لا خسقاني بي. إيش أم محترمة هنا قلت زنا قلبي يا أخوي جاي. هسا جن طلع بيسو خلاص بنتي يمشي. إيش صار بريزول باش معش بالعربي بالعربي تصير كل زين ماشي. كيف صار؟ إيش صوتك؟ Mir geht's sehr gut jetzt und ich fühle mich besser. إذا سوي شيء إذا جيت تحرك قولي وإذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت هسه شلونك؟ ثاني بالخوشة؟ تطي؟ علاج القرآني هذا ما بي مرض نفسي بنتي احكي قول أنا ما عندي بجيب داخلي من الخوص صرديش يا صار طلع هذا الجني رجل أنا طبق احكي بالألماني هسه أنا طبت ما بي أي مشكلة هسه إيدك سوي شيء حتى أوراق القرآن إذا بيها جن يتحرك إذا جن باقي تحرك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هسه زين؟ فيري فيري جود تمشي تمشي بارك الله فيك مرتاح بوي؟ ادعي لنا شكرا جزيلا هسه طبتي بالالماني ارجع لالمانيا الاطباء قال لي هسه ما ابي اجي طبت بها جني ما عندي مرض نفسي ايش هات معك قاعد تسمع ايش دعاء شيء ما بك شاف يا عمي ازياء ما زكيت وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد اوش خشكه كم شيء شريف في الالماني